بس الامين انطلاقا من كلامك قاعد يقول فيه سمير سليمي قال العلاقه طيبه جدا بين طارق ثابت واللاعبين، كيفاش جسمت هذه العلاقه على المردود في علاقه بمباراتي مازامبي وترجي ذهابا وايابا والوداد والترجي رايح جاي كما يقولوا اخواننا في مصر؟ تفضل. شوف عادل سكيسور، ترجي تبدل مع طارق ثابت، بدل على برشا مستويات، على المستوى الهجومي الدفاعي فما تطور كبير، فما جرافيك باش يوضح لنا انه الترجي في ال 12 يوم نتاع الافريكان ليغا هذيا انه باش نحطوا اون فالور. الترجي بدات المغامره نتاعو نهار 20/10 في السفر الى تنزانيا، وفات نهار 1/11 في مباراه الوداد. في 12 يوم الترجي عمل 28 ساعه سفر وعمل اربع مقابلات، هنا باش نحطوا اون فالور لي فور الكبير اللي عمله الترجي الرياضي التونسي، وكان على المستوى البدني متميز ولعب الاخر مباراه ضد الوداد البيضاوي في نيفو عالي وعالي جدا. فما مكاسب كبيره ربحها الترجي في الافريكان ليج هي على مستوى الخبره، لانه الترجي معدل الاعمار، شوفوا زاد في بقيه الجرافيك، معدل الاعمار نتاع الترجي الرياضي التونسي واللاعبين اللي شاركوا كان 24 عام. معدل اعمار الفريق بالنسبه للاعبين اللي شاركوا في الافريكان ليج هذه 24 عام، أربعة ولا خمسة ملاعبية في العشرين عام، مكسب كبير للترجي الرياضي التونسي. فما أرقام متميزة برشا حققها الترجي معناتها في الافريكان ليغا هذيا، اخترت منهم رقم انا تنقول لك علاش اخترت الرقم تاع 100% اللي هو نسبه نجاح مرياح في الثنائيات الدفاعيه ضد مازامبي. مدافع يعمل لك 100% نجاح في الثنائيات الدفاعيه، مدافع زايد على اصحابه فول اخر الكوريا واليابان في 20 يوم لعب 6 مباريات ويلعب ماتشات كل 90 دقيقة ويخرج لك معناتها شيفر كيما هذايا في مباراة في مستوى عالي ما تنجم كان تحييه. كيما فما مكاسب كبيرة تبدلت مع طارق ثابت، الحاجة الوحيدة اللي قعدت معناتها من نقاط الضعف نتاع الترجي هي على مستوى الأظهر، أنه نشوفوا الترجي الرياضي التونسي في الكومبيتيسيون هذه كاملة في وزع 13 توزيعة معناتها عن طريق الأظهر، نجح كان في 3، نسبة النجاح نتاع الأظهر في التوزيع 23%، ديجا الرقم نتاع 13 توزيعة بالنسبة للأظهر في أربع ماتشات شوية. معناتها البارتيسيباسيون تأكيد الكلام اللي قاله سمير. فوالا البارتيسيباسيون نتاع ليزار لاتيرو شوية، وهذا كان ذكر في أول حصة وقت حكى عليه عربي وحكوا عليه الأولاد على مستوى ليزار لاتيرو، الترجي لازم يتطور يتطور برشا باش يكمل بالحق، يكمل البوزل نتاعو كامل نتاع التنظيم الهجومي طارق ثابت. يعطيك الصحة مين. طبعا هذه المشاركة بالنسبة للترجي الرياضي، عندكش ما تضيف عربي بسرعة؟ عدد راهو جوست على الأرقام هذيا وعلى اللي كان يحكي فيه طارق ثابت، راهو الناس يعني ساتيسفي بالأداء بارابور للي كان، راهو بارابور للي كان. لو كان تحكي على مستوى الترجي توا راهو مش عالي جدا، راهو مازال فريق في قدم التطور. أنا نقول ميساج طارق ثابت، هو قبل معناها خدم في تونس في ظروف مش باهية، خلينا نقول لك ما نجحش كيما حب هو في ليبيا، سي فري نجح، توا جاتك فرصتك معناها استغلها كوم الفو ووريش عندك. واضح بالتوفيق لطارق ثابت في مسيرته مع الترجي الرياضي التونسي، واكيد النجاح اللي قاعد يحقق فيه الان باش يخلي احلامه كبيره واحلام الترجيين ايضا تكبر في علاقه بالمسابقات المتعدده اللي بيشارك فيها في شيخ الانديه التونسيه.